مرحبا بكم الناس الكل. بصراحة في فيديوهات كيما هكا، في وضعيات كيما هكا، في نكسات، في خسائر متاع أندية تونسية، ترجي رياضي تونسي، صعيب أنك تقف قدام كاميرا وتبدأ تحكي، خاصة معناها خسارة قاسية 3-0 مع في اللالي 1-0، سكور كوميولي بين اللالي والروتور 4-0، مما لا شك فيه أنه الأهلي المصري يستحق الربح متاعه. بتبيع باش نحكي على الاربيتراج واللقطة متاع البينالتي ومتاع الحمرة كيف كيف، أما برجولية معناها موازين القوى بعيدة على بعضه، لأن ونجم نقوله نهاية جيل متاع ترجي رياضي تونسي كهو، معناها عمل اللي عليه الجيل هذايا، عمل الحاجات باهية، ورى الإمكانيات متاعه الكل، كهو معاش نجم يزيد حاجة أخرى مع دي ريكروتمون مهمش كبار برشا في قيمة ترجي رياضي تونسي، خاصة الكوتي متاع الهجوم. كيف كيف في الدفاع شفنا معناها غلطات كارثية، وحكينا في المباراة اللي فاتت وبرشا عباد حكاو على اليعقوبي الغلطة نتاعو كيفاش كسر لورجو. هنا شفنا اليوم معناها رجوع خليل شمام معناها الكابيتان الخبرة، عمل زوز أغلاط كارثية تكلفت معناها زوز أهداف. كيف كيف الهدف معناها اللي عداه أفشة بين صقير نتاع بدران، معناها نقول غلطة نوعا ما. دونك الدفاع كيف كيف قاعد يغلط، ما فيها باس ونكونوا صريحين مع رواحنا ونحيو العاطفة على جنب. نهاية جيل، تعاود الترجي تبني جيل جديد، ملاعبية جدد، يمكن زادة مدرب جديد، أفكار جديدة والمستقبل قدامها. لكن بطبيعة باش نحلوا المباراة هذية وباش نعطيه كل واحد حقه، مقبل ما نمشيو لهذا الكل كان وصلك الفيديو متنساش باش تعمل جيم، اعمل ابوني وانزل على الناقوس باش اول من هبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. مرحبا بك في القناة. دونك اليوم كان نحكيو على النص ساعة الأولى، شفنا الترجي الرياضي التونسي بعقلية الهجوم تعمل في البريسينج القدام كيف كيف، خاصة على اليسار أكثر، معناها شفنا الهوني عنده تعليمات في الهجوم أكثر مع المساندة متاع الشطي. كيف كيف معناها الكوتي اليمين الكلوار كل كان مسيب للنجاز، خاصة أنه كيفاش البدري يفرغ البلاصة متاعه. وبطبيعة الترجي تلعب من غير مهاجم، معناها متحكي ليش لا توجيل عبد الباسط، ما فهم حتى مهاجم في الترجي يصلح أنه يكون في الترجي. شفنا بوادر متاع هجوم، شفنا معناها كان نجم الترجي تلقى شوية حلول، لكن ما الترجي رغم هذا الكل ما وصلتش، ما عملتش معناها فرص واضحة نجم تقول هذه معناها تتمركة منها بونتو. بعد نص ساعة ذيك دقيقة 35 منعرج المباراة، شنحكيو بطبيعة على اللقطة متاع البينالتي واللقطة متاع الورقة الحمراء كيفاش بدات. خليل شمام قلب دفاع يخرج من اللاكس متاعه، بطبيعة بدران ديجا خارج من اللاكس، بطبيعة كورة في ظهر شمام، الشتي اوتوماتيكمون باش يغطي البلاصة متاع الشمام. الشتي أول رياكسيون عملها أنه رجع الكورة لبن شريفية، ممتاز على الاخر، لكن شنو علاش اليد هذيك انك تهز يدك، معناها تخلي انت الاربيتري انتربريتي يقرا اللقطه بطريقه اخرى. انت اليوم يا الشطي خليت الاربيتر يعطي البينالتي ويعطي الحمراء، انت كي رجعتها براسك للجول معز بن شريفيه كان باش يشدها معز بن شريفيه، جو احلى جو. اما من بعد علاش اكل عرفتك اللي يحب يتشعبط، تقول لي انت اللقطه والا التشعبيطه هذيك والا اليد هذيك ماهيش هي اللي خلات جوار والا لاتاكون نتاع الاهلي انه يطيح، لكن انت تسببت في قراءه يمكن غلطه للاربيتر. وبطبيعه الاربيتر مادام زفر ديرني ديفونسور زفر بينالتي، دونك بالنسبه لي هو متعمد، دونك اعطى الورقه الحمراء سهل على الاخر. كانت نجم تكون لقطه ترجع للجول وترجع لاكسيون وتعاود ترجي تبني لاتاك نتاعها، ماهوش بعيد برشا منها بونتو واحد واحد، ومن بعد معلم تجاري البارتي وتشوف كيفاش تحاول تاكلها الاهلي، تلعب لها باي تكتيك تحب عليه وتنجم تنجح، رغم اللي الترجي معناها ما فيهاش ديزاتو كبار برشا صراحه. دونك البارتي تغيرت كومبليتمون معناها 180 درجه. شفنا الشوط الثاني معناها رادي على الاخر، الشوط الثاني رغم اللي فيه اهداف بالنسبه للاهلي، ونتصور حتى المشجعين تاع الاهلي يبداو يتفرجوا قلق، تبدا تتفرج فادت، تستنى وقتاش البارتي توفى، تستنى وقتاش الاربيتر يزفر. وكيف كيف بالنسبه لجماهير الترجي والجمهور التونسي يستنى وقتاش توفى البارتي، على خاطر كانت نجم الترجي معناها تاكل حتى 4، سكور تاريخي يا معلم ومعناها يقعد في التاريخ. وبصراحه فضيحه تكتيكمون الترجي برجولية، هذا تراكم معناها برشا مباريات، زاد تراكمات نتاع نجم نقولوا تفكير بسيط يشبه برشا التفكير نتاع منذر قبيل في المنتخب نتاع معين الشعباني. معين الشعباني حسيته في الترجي
ما طورش في الترجي، ما عطاش برشا حلول، ما شاركش برشا ملاعبيه، ما خلقش كونكورنس بين ملاعبيه. فما برشا ملاعبيه في الترجي نحكي خاصه الكوتي نتاع الهجوم، تحس ديما حتى كي يبداو مش في فورما بلاصتهم واضحه، تيتولير يلعب الهوني ديما يلعب، البدري يلعب مهمش. بطبيعه الترجي ما عندهاش اتاكون، لا تقول يلعب الباص لا توغي كيف كيف الخنيسي معناها فما شيء. دونك انت لازم تخلق الكونكورنس، لان تقول لي شكون فما في الترجي في البنك؟ النجم نقول اللي فما برشا عباد السنه خاصه اول عام، وفي وسط العام قالت لي الترجي عنده زوز فرق، وقلت في فيديوهاتي اللي فما حتى فريق في العالم عنده زوز فرق، ديما عندك فريق تيتولير وعندك بنك قوي، وهذه حاجه عاديه في الكوره بما انه اللاعب قاعد في البنك ما عندوش برشا كوره في ساقيه، دونك ما نجمش يعطيك الاضافه كبيره برشا. وشفنا اليوم العائق الكبير نتاع الترجي الرياضي التونسي هو الكونديسيون فيزيك. مدرب الاهلي موسيماني كان يعرف انه حتى كان ما سجلش للترجي انه في اللي يمكن في النص ساعه الاخرى باش يغدرها الترجي، يعرفها فيزيكمون طايحه شلعب لها معناها كيما نعرف شابت بالثقل نتاعو. بطبيعه كان الترجي رجعت في المقابله وكان عنده تكتيك معين المباراه هذه، لكن معناها كل شيء تحت الماء. دونك حكينا على الديفونس، معناها كارثه كبيره ياسر، غلطه كبيره برشا من شتي، كيف كيف معناها نقاز في البونت ومن البونتوات مكسر لورجو، وعندهم لاعبيه برجوليه كوارجيه يلعبوا كره في الساقين. عندك افشا وقت اللي يقرر يعطيك باس ديسيزيف، باس مارك نقول واحد يقرر بارك ويشو يعملها الباس في الظهر اللوطا لوبي اللي تحب انت، معناها افوغل يعطيها لك. هاك شفنا معناها دو باس مش عاديين برجوليه، خاصه الباس الثانيه وكيفاش من بعد الشحات خذا كوره ومن بعد لوبيها بالجول، وغلطه مره اخرى من خليل شمام. معناها خليل شمام كبر ماك العام، معناها ما عادش عنده بلاصه في الترجي، لازم يعطيو فرصه للملاعبيه اخرين دي ريكروتمون، برشا برشا حاجات كيف كيف. الوسط ما مشاش مليح كيما العاده، شفنا بن رمضان معناها خرج في توقيت مبكر على الاخر. نحكي على الهوني اللي اليوم في البارتي هذه وحتى في البارتي نتاع لالي يمكن هرب مره برك على اكرم توفيق، برك الله عليه لاري دروا ولا الكسونتري دروا نتاع الاهلي. معنا الهوني في البارتي نتاع اليوم ولو مره ما نجم يفنتي يدريبلي يفسخ اللاعب هذا، حيط قدامه سكر عليه معناها المنافذ الكل، اقطع عليه الماء والضوء. بصراحه هذه كلمه نقولوها ما نحشموش، كيف كيف معناها البدري بو البدري ما عمل شيء، معناها جوست انه حاول يقرب شويه للهوني باش يخلي الكلوار للنقاز، ما شفناش اضافه كبيره برشا. جات يمكن كوره مخدومه روتري من نقاز برمضان كان نجم يشوتها بريمير انتونسيون ديريكتومون، لكن عمل الكونترول وشات كوره وجا جور معناها عرض له فيها نوعا ما عرق، لو كان رجع للفار يمكن تنجم تتزفر بينالتي علاش ليه، وما شفنا شيء صراحه. مردود يحشم ترجي لازمها تعاود تبني امورها، دي ريكروتمون مدرب يفهم كوره، برشا حاجات في الترجي، وهذا كيف كيف صوره والا نجم نقولوا انعكاس والا مرايه للبطوله التونسيه لكرتنا التونسيه. معناها الترجي بالنيفو هذا ووصلت هزت بطولة تونس، برشا عباد قالوا اللي الترجي هزت بطولة تونس وهي تتمشى، هذا صحيح نجم نكونفيرمي الكلام هذا. الترجي تهز في بطولة تونس قبل برشا جولات، رغم اللي الافكتيف نتاعها انا شفنا في الافريك معناها خاصة الجيل هذا ما نجمش روحه، والوحيد يمكن اللي كنت خاصة بارتي الزمالك في المجموعات بارتي لالي ما كنتش فرحان بالتكتيك اللي هبطوا معناها معين الشعباني، على خاطر تكتيك نجم تقول فيه برشا تحفظ، صحيح ينجح في مباريات معينة لكن ما يخليلكش من بعد الإمكانية وقت اللي تبدأ تهاجم في فريق يدافع أنك تخلق معاه الحلول، والتكتيك هذا يكبل برشا ملاعبيتك ما يعطيهمش معناها أريحية وحرية باش يصنعوا الجو، باش ديزاكسيون دي كومبينيزون يتعاودوا ديما خاصة في الكوتي نتاع الأتاك. هذاك علاش ديجا شفنا الترجي الرياضي التونسي تلقى في صعوبات في الأتاك، شفناها كيفاش ترشحت معناها الدومي فينال بصعوبة بعد ريمونتادا وكيف كيف بينالتيات، برشا خسائر في المدة الأخيرة للترجي الرياضي التونسي، تعاود تراجع الأوراق نتاعها وبرشا خدمة تنتظر في الترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله بالطبيعة في قادم مناسبات نشوفوا الترجي الرياضي التونسي وكيف كيف معناها الفرق التونسية الكل يشرفونا في معناها تشامبيونز ليغ وفي الكاف، على خاطر قاعدين نبعدوا برشا برشا. دونك هذا هو الفيديو نتاع اليوم، نحب نعرف رايكم بالطبيعة في الكومنتريات على الماتش نتاع اليوم على الترجي الرياضي التونسي، نشوفكم فيديوهات جاية، نقول لكم بالسلامة.